عفيك كابتن اسامه. اولا الهلال اليوم، خليني اسالك اول شيء، الف مبروك الفوز بالتاكيد، الصداره للمره الاولى لهذا الموسم، لكن اذا ما قارنا في خط الدفاع، هو نفس خط الدفاع اللي لعب قدام الاتحاد، لقي اشادات كثيره، اليوم يلقى عتب على الاقل من خلال ما شاهدته من الجماهير والمقاعد الاعلاميه، اليوم فيه اخطاء كثيره في الدفاع. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المشكله اذا جات هجمه يقول لك على طول على الدفاع، هي كورتين يمكن الشوط الثاني اللي باصات مننا يعني تكون مقطوعه، طبيعي بتكون مرتده، تكون فاتح ملعب كورة لك وتنقطع بتكون مرتده عليك، هذه اخطائنا كلنا يعني نتحمل، يعني ما اعتقد انه بس الدفاع والحارس. الجول جاء من خطا مشترك، طبيعي هذا يحصل، فيه ما كنا مركزين بدايه المباراه، ولكن الحمد لله دائما الفرق الكبيره ترجع للمباراه وهذا اللي حصل. فينا الشوط الاول ما ظهرنا بصوره ممتازه مع اننا كنا ماسكين الملعب، بس الشوط الثاني ركزنا اكثر، قدرنا نستثمر الفرص والحمد لله على كل حال. صداره للمره الاولى والمواجهه القادمه امام فريق ينافس على الصداره. والله يعني صراحه السنه الدوري شوي حام، يعني احنا تعودنا يمكن الموسم اللي راحت يعني يوصل لهذه المرحله ويكون في فارق، يعني خاصه دائما نكون فارقين، لكن هذا الموسم تحصل فيه تنافس بين ثلاثة لأربع فرق، مباراة مهمة مباراة الشباب، أعتقد أن مباراة بأربع نقاط مو بثلاثة نقاط، يعني تهمنا كل أمانة اللي فزنا على الشباب إن شاء الله. وبعد أربعة ولا بستة قصدك؟ ست نقاط. ستة وست نقاط معليش. وبعد التعاون الأهلي أعتقد هذه ثلاثة مباريات هي اللي بتحدد كل شيء، لو توفقنا فيها أمورنا إن شاء الله تسهل. أخيرا كابتن، غدا هو الشهر المنتظر، هو شهر يناير، لكن سأسألك على الأقل ما تواترت به الأخبار ليلة البارحة. سأعطيك سيناريو رواية، لن أعطيك بالتأكيد الشيء العادي. السيناريو يقول أن أسامة هوساوي يتفق مع شرفي أهلاوي بعيدا عن علم الإدارة الأهلاوية، الأمور تمت كاتفاقية مبدئية، بقي فقط مسألة التوقيع، الستة أشهر القادمة بعدها سيرحل أسامة الأهلي، بالتأكيد الإدارة الأهلي نفت، ولكن اتفاقك مع شرفي أهلاوي كيف تعلق؟ أنا ما ابغى كل يوم اطلع اتكلم، لانه عندي هدف، عندي تركيز، عندي فريق قاعد العب فيه، عندي اهتم بادائي، اهتم بمستواي، اعتقد انه في المؤتمر الصحفي بينت كل شيء. والكلام اللي يطلع عاد ما لي دخل فيه، كلامي كان واضح له في المؤتمر الصحفي اللي كان قبل فتره. انه اما خارجي او الهلال. كلامي واضح في المؤتمر، انا ما ابغى اطلع كل يوم اتكلم، ما اعتقد انه في فائده، يعني لو اعطيت المجال يمكن كل يوم احد بيسالني نفس الموضوع، انا سويت عشان بس طلع كلام امس بس كذا. مال الكلام، انا كلامي واضح في المؤتمر، اللي عنده شيء يرجع الكلام في المؤتمر بيعرف ايش هدف اسامه وسام. شوف جاكيت ما عجبك اليوم. بالعكس عجبني، هو المشكله ما عجبني بعلق.